الحمد لله احساس اليوم جميل جدا ما اقدر اوصفه، كنت مرتبكه في البدايه بس الحين الحمد لله احساس صراحه جدا سعيده، حسيت كذا كان في ارتباك كان في خوف بس مبسوطه جدا ومبسوطه اني انا درست صراحه في الجامعه الكنديه، جامعه جدا يعني ممتازه، كانوا في تعاونهم في كيف احنا يعني برزوا فينا وخلونا نوصل يعني صراحه لقمه الامتياز باسهل الطرق. جامعة يعني صراحة أنا أنصح كل أحد يدخل في هذه الجامعة، الجامعة جدا جميلة واليوم إحساسي ما أقدر أوصل صراحة. صراحة هو أنا تخرجت أصلا 2020 ولسوء الحظ كان بداية كورونا، بس طبعا ما قصروا ويانا الجامعة الكندية، حطوا صورنا في برج خليفة والحمد لله على حظي بعد قدرت أحضر التخرج اللي في إكسبو. إن شاء الله أنا ناوي أكمل الماستر بعد عندهم إن شاء الله بإذن الله، حاليا متوفى وإن شاء الله للأعلى. إحساس لا يوصف، هو بصراحة الجامعة الكندية متفوقة دايما ومتميزة في حفلات التخرج، بتدينا إحساس بالسعادة، بتكافئنا على تعبنا، خلينا عايزين ندرس تاني. ورا تعب شديد وست سنين سهر ومشقة، الحمد لله أنا وصلت لهاي المرحلة، طبعاً ويا أهلي اللي ساندوني ووقفوا وياي بهاي اللحظة، وأريد أقول شكراً هواية على كل الأساتذة وشكراً لكل أحد وقف وياي بهاي اللحظة. To be honest, this is a I have no words to describe how I'm feeling currently. Really mixed emotions. I've been working for over 7 years for this achievement. I've been through a lot of ups and downs and I've worked really hard to reach where I am today. Inshallah, you know, as the valedictorian said in her speech, the top of one mountain is the bottom of another one. So there's more climbing to do and you know, the future is a bright place and I'm really excited to see what I can do to make a world a better place. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومرحبا بكل من انضم لمتابعتنا في هذه الاعتناء في برنامجكم مساء اكسبو. مشاهدينا تحت رعايه معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لاكسبو 2020 دبي، احتفلت الجامعه الكنديه بتخريج الدفعه 11 من طلابها في موقع اكسبو 2020 دبي بحفل جدا جدا مميز. فعلا يا عبد الله ما في احلى واجمل من هذا الموقع، يقول لك وين متخرج؟ والله متخرج من مكان عالمي صار في دبي اكسبو 2020. طبعا الجامعه الكنديه مشاهدينا في دبي هي أول جامعة كندية مرخصة خارج كندا تقدم تعليما أكيد قائما على المناهج الكندية، مما يمنح الطلاب درجة معترف بها دوليا، طبعا يخرجون ما شاء الله مئات الطلاب سنويا. وعشان نتكلم بشكل أكبر عن هذا الاحتفال يسعدنا اليوم نستقبل ويانا الدكتور رامي الخطيب نائب رئيس شؤون الطلبة في الجامعة الكندية في دبي. مرحبا وسهلا فيك دكتور. أهلا مرحبا أختي هام، ومبروك لكل الطلاب الخريجين. الله يخليك، الله يبارك فيك بعمرك. مرحبا دكتور، شو اخبارك؟ هلا اخ عبد الله، مبروك لكل الطلاب وانتم يعطيكم الف عافيه، يعني شكرا. الله يخليك، الله يخليك، انتم يعني ترفدون الساحه بدكاتره ان شاء الله جدد وطلبه جدد ينفعون يعني العالم كله باذن الله. باذن الله. دكتور خلينا في البدايه يعني تعطينا نبذه عن الجامعه الكنديه، تاريخها وشو اللي يميز الجامعه. هلا الجامعه الكنديه اسست تقريبا 2006 2007، واخذت ترخيص واعتماد من وزاره وقت التعليم العالي او التربيه والتعليم التعليم العالي، وكان عندنا بلشنا بالكامبس بشارع الشيخ زايد، وهلا هاي السنه توسعنا ودخلنا بمنطقه السيتي ووك توسع الكامبس. اول مبنى اوريدي افتتح من سبتمبر وان شاء الله المبنى الثاني فيري سون يعني قريبا باذن الله. فالجامعه طبعا بتعتمد على النظام الكندي، هي حاولت تجيب التعليم الكندي على قلب الامارات ودبي خصوصا. نعم، وترتبط طبعا بعلاقات مع جامعات كنديه، علاقات اكاديميه اكيد وبرامج أكاديمية، وهذا هو اللي بيسهل تحول الطلاب إذا بيحبوا يكملوا من دبي من جامعنا للبارتنرز الشركة تعاوننا بكندا. جميل. وما بعرف إذا سمعتوا آخر فترة أنه صنفنا كمان حسب الكيو أس رانكينج اللي هو يعد من أعرق بسموها الرانكينج سيستمز بالعالم للجامعات، صنفنا رقم 25 بالعالم العربي، وأوتوماتيكلي صرنا رقم 1 بدبي، هاي بتصنيف 2022، وتوب 2% أعلى 2% بالعالم بالجامعات العالمية حسب الكيو أس للجامعات التصنيف الجامعات العالمي. فالحمد لله يعني لجامعة
15 سنة تقريبا أو كذا، حققنا إنجاز كتير كبير. أكيد نهنيكم على هذا الإنجاز اللي كلنا أكيد نفتخر فيه. أنا ودي أعرف دكتور شو التخصصات اللي تقدمونها للطلاب مثلا الحين؟ في كثير من الخريجين أكيد يفكرون وين يبون يكملون دراستهم، سواء كان الباتشلر أو الماستر، وقلت لي أن سون إن شاء الله ممكن تفتحون الدكتوراه إن شاء الله، فخبرنا شو التخصصات اللي موجودة عندكم. بصراحة هي جامعة شاملة، يعني فيها كل التخصصات المتعارف عليها فيها. يعني أنا لما أحكي عن تخصصات طبعا في حوالي 40 تخصص أو أكثر، بس ضمن فاكولتيز أو كليات من الأركيتكتشر، الانتيرير ديزاين، بزنس طبعا بكل أنواع كتير، الانفيرمنتال هيلث، الانجينيرينج، في كتير تخصصات بالذات الحديث اللي هي سايبر سيكوريتي، سوفت وير ديزاين، كمبيوتر ساينس، تيلي كوميونيكيشن، ميكاترونكس اللي هي ميكس ميكانيكال والكترونكس يعني ميكس توجذر، هذه بروجرامز كلها جديده حديثه. وطبعا الكوميونيكيشن، الميديا والاعلام، سواء بالصحافه او بالبي ار، العلاقات العامه او بغيره، ادفرتايزمنت، فيعني وغير الماجستير بالام بي اي وبالانفورميشن تكنولوجي والجوفرنس. فيعني الحمد لله الجامعه تعد شامله، فيها تخصصات متنوعه. جميل. طيب دكتور، انتم كل عام يعني تتميزون ايضا بانكم يعني حفله تخريج يوم تسوونه ايضا غير المعتاد، وتفاجئون ايضا الطلبه بالفعاليات اللي تسوونها في يوم التخريج، لكن هذه المره صار في اكسبو 2020 دبي. لماذا هذا الاختيار وشو التغيير اللي صاير؟ والله يا اخ عبد الله، شوف، اداره الجامعه صراحه برعايه رئيس مجلس الامناء سيد بوطي سعيد الكندي ورئيس الجامعه الدكتور البروفيسور كريم تشالي، اختياراتهم صراحه يعني التوب، يعني بيقولوا انه فيري كرييتيف، يعني كثير في ابتكار بالاختيار. بلشنا طبعا احنا عاملين سعيد الدفعه ال11، بس ب 2018 مثلا اخترنا تخرجنا بدبي اوبرا، كنا من اول جامعه بتعمل تخرج بدبي اوبرا. جينا بال 2020 كان وقت الوضع الكورونا كتير، بتعرف الوضع بوقتها، فأغلب الجامعات كانت عم تعمل الـ virtual online graduation. احنا قررنا عشان ندعم طلابنا وكذا انه نحط صورنا على برج خليفة، فكنا اول جامعة بتعرض طلابها تخرجهم virtually، مش virtually سوري، صورهم على كل الطلاب الخريجين، كل الخريجين. ايوه، هو الشو كامل كان برج خليفة، وبرعاية الشيخ نهيان بن مبارك النهيان، معالي الشيخ نهيان وزير التسامح والتعايش. جميل. وهلا هيدي السنة طبعا 2022 حبينا نعمل كمان شيء، يعني خلص لما تصير مرحله معينه بدك تضل تطلع على الاعلى، صاير تتحدى نفسك. تحدي نفسك. ايوه، فوصلنا على اكسبو بايقونه اكسبو، الوصل بلازا، الوصل دوم يعني، وصور طلابنا طلعت على الوصل دوم، قبه سميناها دفعه قبه الوصل بهذا السبب. فالسؤال هلا وين بدنا نعملها السنه الجاي التخرج؟ الله اعلم، خلينا نشوف، بلكي في مفاجاه، يمكن تطلعون الفضاء ان شاء الله. فتحتوا الدكتوراه خبرني. والله واحد قال لي شو التخرج اللي بعده عشان هالأمر يعني. لا بس حلو، تعرف يعني فرحة الخريجين تستوي كأنها فرحتين، يعني يتميزون بمكان تخرجهم، وهذا شيء تملى العمر يعني بصور وذكريات ومكان تخرجهم. فيعطيكم ألف عافية على هالشيء، أنكم تزرعون السعادة يعني لطلابكم. أنا ودي أعرف شو أبرز الفعاليات اللي صارت في إكسبو 2020 دبي أثناء التخرج. طبعا هي كانت برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش، وكان في فرقة المزيود عملت الشو يعني تراثي كالتشرال مع دخول الشيخ، وبعدين كان في كمان ميكس بين التراث الإماراتي وبعض يسموها الرقص أو كذا، الشو الفلكلوري أو نعم، نوع بالباليه وكذا، يعني فيري كلاسي بصراحة. سويتوا مزج انتم ما بين التراث. أيوة كانت نعم، فكرة بصراحة كتير موفقة. وطبعا صور الطلاب كانت عم تطلع، كل ما يجوا عم بيسلموا الشهاده تطلع اسمهم وصورتهم تطلع على قبه الوصل. نعم. ويعني هي عم بشوفكم عم تعرضوا بعض الصور. نعم. يعني كان نعم، الحمد لله موفق. طبعا في كلمه كانت لمعالي الشيخ نهيان، وكلمه لرئيس مجلس الامناء، وكلمه لرئيس الجامعه، وكلمه لممثل من الطلاب احدى الطالبات. جميل. يعني الانطباع الطلاب كيف كانوا هم يشوفون صورهم؟ والله ردود فعلهم عن التخرج يعني بصراحه اخ عبد الله، اليومين هلا احنا التخرج كان يوم الجمعه المساء، فصرنا يومين هلا سوشيال ميديا الطلاب يعني انطباع كتير قوي، ومبسوطين كتير وعم بشكرونا وفرحة. طبعا كان الموضوع مش سهل بصراحة، يعني فيه تقنيا وكذا، إلا ما يكون صار فيه شوية يعني تكنيكال إيشوز وهيك، بس الحمد لله بشكل عام كانت ناجحة جدا، ويعني طلاب مبسوطين بطريقة
ما فينا اوصف لك اياه لانه عم شوف السوشيال ميديا مثل ما قالت رحاب يعني مستحيل ينسون مثل هذا الحفل مزبوط يعني. وهذا اللي عم بيقولوا لنا اياه يعني انتم اعطيتونا شيء نتذكره لمدى الحياه ان شاء الله. جميل الله يديم السعاده والانبساط عليك وعلى كل الطلاب وعلى كل اللي تابعنا. دكتور كيف تساهم هاي الجامعه بترسيخ المناهج التعليميه والعلاقات المعرفيه ما بين دوله الامارات وكندا؟ هي الجامعة يعني تعد بسميها بالإنجليزي portal to Canadian education أو بوابات وكالة التعليم الكندي، فبتجيب المناهج تقريبا كنديا يعني في شراكة بيننا وبين جامعات عريقة بكندا، بنعمل مع شراكة أكاديمية، فالبرامج ممكن مثلا بيكون نوع يعني تقريبا فيها طبعا دمج من حسب لأنه في طبعا قوانين مختلفة شوي هون بالتعليم العالي عن كندا، بس بيكون المنهج تقريبا كندي بصيغة صبغة التعليم العالي بالإمارات، وهذا بيسهل للطلاب إنه ينتقلوا من هون للجامعات الشريكة إذا حبوا، وفي كتير طلاب بيعملوا هيك بعد سنة أو سنتين، وفي عنا كتير طلاب بتخرجوا من هون وبيأخذوا الشهادة وبعدين بتسهل عليهم إذا بدهم يعملوا ماجستير أو دكتوراه بالمستقبل بكندا لأنه أوريدي معهم شهادة معترفة أو يعني معترفة إنه أو يعني معترفة إيه كنديا بمعنى إنه في شراكة مع الجامعات، والحمد لله يعني عنا كتير طلاب كملت بكندا أو تخرجت وعم بيعملوا ماجستير. أنا عندي طلاب عم بيكملوا ماجستير ودكتوراه بجامعات التوب يعني يونيفرسيتيز بكندا حاليا. نعم يعني جميل جميل. طيب يعني 15 سنه دكتور من التميز والعطاء والقفزات السريعه، وهذا دليل على يعني نشاط الجامعه، وطبعا حاطين اهداف وقاعدين يوصلونها بسرعه، وهذا يعني بنحبكم لشغلكم واصراركم انكم دائما تكونوا متميزين، والمستقبل يعني خططكم للمستقبل. الله يخليك يا عبد الله، الله يخليك والحمد لله. بس لانه يمكن احنا بس حابب أذكر كمان الجامعة بتحاول تساعد الطلاب بصراحة، يعني إنه إحنا كنا من أوائل الجامعات اللي أعطت 30% خصم لكل الطلاب. جميل. السنة الماضية وقت كورونا، فالحمد لله الجامعة يعني عندها هدف للتعليم وهدف راقي، وإن شاء الله الله يوفقنا يعني للمستقبل. خطط المستقبل هلا حاليا توسع للسيتي ووك زي ما خبرتكم قبل شوي. نعم. هذا رح يكون بدايه صفحه جديده انا برايي كمان، لانه السيتي يعني وجودك بالسيتي ووك ومباني ومبنيين مش مبنى واحد، وطبعا اضافه برامج اللي هي مطلوبه بالسوق العمل هلا ضفنا منهم بعض البرامج، وان شاء الله لقدام برامج اكبر جراديويت ستاديز يعني دراسات عليا اكثر، ما يعني خليها نشوف المفاجات اللي بتطلع. كل الشكر لك دكتور، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله، ونحن سعيدين بأنك أنت اليوم كنت معانا وفرحتنا، وأيضا يعني نفرح بفرح كل خريجينكم يا رب. الله يخليك يا عبد الله، شكرا شكرا.